مولد خير البرية استذكار للشمائل المحمدية بأبعادها الدينية والروحية، واحتفالات وابتهالات في أجواء من التضامن والتكافل الاجتماعي عبر الوطن. عشية اليوم العالمي لحقوق الطفل، تكريم الفائز بالجائزة الوطنية لأفضل إبداع رقمي موجه للأطفال في طبعتها الأولى، والدالية تعدد الإنجازات التي حققتها الجزائر في مسار حماية الطفل والأسرة. ضمن روبورتاجات النشرة، عروض الإنترنت لمؤسسات اتصالات الجزائر تتضاعف من حيث التدفق وتخفيض لتسعير لتوفير خدمة أفضل للمواطن. تحديات القارة الإفريقية موضوع الندوة الدولية للمنظمات الإفريقية غير الحكومية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، وإشادة بجهود الجزائر في مواجهة تحدي الهجرة وتسوية النزاعات بطرق سلمية. تحية لكم والسلام عليكم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ولد الهدى مبرأ من كل عيب، كأنما خلق كما يشاء. وفي ليلة مولد خير البرية تصدح الحناجر مدحا لسيد الخلق، وتلتئم موائد الذكر استلهاما من سيرته العطرة في كابل ربوع الجزائر. الزاوية البلقيدية الهبرية بالعاصمة نظمت بالمناسبة احتفالية تضمنت برنامجا ثريا شمل تلاوات وابتهالات ومدائح وتكريم لحفظة كتاب الله. الحفل حضره عدد من أعضاء الحكومة والمستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر، إلى جانب مشايخ ومفكرين وطلبة المدارس القرآنية. أصحاب السعادة تور محمد عيسى، إنه القدر الذي جعل هذان الشهران يجتمعان، فجعل رحم الجزائر مرتبطا في جهاده وفي بنائه، في حله وفي ترحاله، بحب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولذلك ما اختار آباؤنا وأجدادنا المجاهدون كلمة سر في ليلة أول نوفمبر 54 إلا بذكر اسمين من أسماء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت الكلمة عقبة، إشارة إلى عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجوابها كان خالد، إشارة إلى خالد بن الوليد سيف الله المسلول. تحولت المدائن التي كانت تحمل أسماء القديسين والجنرالات والسفاحين إلى أسماء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إلى اسم محمد عليه الصلاة والسلام. وبريق في معسكر أصبحت اليوم المحمدية، وهي محمدية نسبة إلى محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ولا فيجري في الجزائر العاصمة في منطقة الحراش، بوابة الجهاد المشرفة على مقبرة الصليبيين، المقبرة البحرية للصليبيين، كانت كذلك تنمى إلى قديس وإلى رجل دين مسيحي، ولكن الجزائريين من فرط حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أسموها المحمدية. ولهذا أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن يبنى جامع الجزائر الذي يرمز إلى محمديتنا وإلى ارتباطنا بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي ينبع من جهادنا وتاريخنا وحضارتنا في قلب صدر الجزائر وخليجها في منطقة المحمدية، ليكون عنوان الجزائر وعلامتها. حينما نحيي هذه الذكرى العظيمة
والتي يشرف على إحيائها حكومتنا المباركة ومشايخنا في زواياهم وأئمتنا في مساجدهم، إنما نبرز من خلال ذلك مدى تعلق المسلمين ومدى تعلق الشعب الجزائري على وجه الخصوص بهذا النبي الأكرم والرسول الأعظم. نبرز حب المجتمع لنبيه وتعلقه به صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة تم تكريم حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف. وبالمناسبة أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على حفل بدار المسنين بدار إبراهيم بالعاصمة. أكدت خلاله الدالية أن القطاع سيشرع في تسهيل الترتيب الخاص بإبقاء كبار السن في وسطهم العائلي. تفاصيل مع ملك شويط. اشعلوا الشموع العنبر الجاوي وتقديم الحلويات دون أن ننسى وضع الحناء على الأيادي، تقاليد جسدت اليوم بدار المسنين احتفالا بالمولد النبوي الشريف. إن تواجدنا اليوم بهذه المؤسسة بين آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا كنموذج للاهتمام الواسع برعاية كل الفئات المتواجدة في وضع صعب والتي يتكفل بها قطاعنا الوزاري بكل إصرار وعزيمة. الأشخاص المسنين الذين تأويهم الدولة في مراكزها وإلى أبنائنا الذين تأويهم الدولة في مراكزها وتفكر في المعوزين وذوي الحاجة، لأن المولد هو فرصة للفرح. المسنون عبروا عن سعادتهم بهذه الالتفاتة الطيبة التي أدخلت الفرحة على قلوبهم. النهار تاع اليوم هايل، ربي يخليكم إن شاء الله ديما فرحانين وزاهيين والصلاة ديما معمرة بيكم. صح مولودكم، نتمنى مولود مبارك للجزائر كاملة. الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مع هذه الفئة وإشراك الأطفال في مثل هذه النشاطات من شأنه إحداث جو من المؤانسة. مولد الهادي كان أيضا مناسبة لتكريم حفظة القرآن الكريم ومختلف المسابقات بقسنطينة وتنظيم تظاهرات دينية وثقافية. يقول حسن مطلة. أجواء روحانية ميزت الاحتفالية بهذه المناسبة الدينية التي احتضنها مسجد ابن العربي، أين تم إلقاء عدة دروس تمحورت حول شخصية وسيرة خير الأنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تم توزيع عدة جوائز بالمناسبة. اليوم الحفل بهيج، سنكرم حافظة القرآن الكريم وعددهم 31، كذلك حاملين لشهادات العليا من أئمة دكتوراه والماجستير، كذلك احنا نظمنا بتنسيق مع مديرية الصحة وسكان ختان لبعض الأطفال أولياء الأئمة. بأشمل ذكرى صلوا معنا يا حضار، حيوا الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا.
والمناسبة كانت في وهران كما في باقي أرجاء الوطن فرصة لتكريم حفظات كتاب الله وترديد قصائد المدح في سيد الأنام. وبهذه المناسبة تم تكريم حفظة كتاب الله من مختلف الفئات ومن الجنسين. وهذا اللي حل احتفال بمسلم. الثاني عشر ربيع الأول إشراقة نبي الهدى والرحمة للعالمين وإطلالة خاتم النبيين برسالة المحجة البيضاء والشريعة السمحاء محمد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. دل ماضي. لقد كان في مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذانا ببدء عهد جديد لنزول الرسالة السماوية الخالدة إلى كافة الناس، كيف لا وقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فهذه المناسبة الطيبة هي نعمة من نعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية بل على العالم على الإنسانية جميعا، لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكل النباتات والجمادات والجن ابتهجوا فرحا بهذه المناسبة الطيبة العزيزة. الحقيقة الشعب الجزائري احنا الحمد لله آباءنا وأجدادنا يحتفلوا بطريقة جميلة بطريقة عفوية، هذا التآزر وهذا التسامح، تجتمع العائلة على كأس من الشاي وبعض الحلويات، لما لا يعني هذا الأمر المباح، ولكن المقصد نبيل ونبيل جدا. علمنا الرسول الحبيب أن نحب حتى المخالف في الرأي المخالف في الفكرة، بل علمنا أن نرتبط بالجماد. ألم يكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد فقال أحد جبل يحبنا ونحبه؟ هذه المعاني الجميلة نريد أو يريد المسلمون أن يجددوها، يعني كأنه تجديد للولاء تجديد للعهد مع الله عز وجل. ويعد هذا اليوم يوما للتذكير بأخلاقه العظيمة الحميدة. الطريقة الصحيحة للحديث وللاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست بالإسراف، والرسول نهانا عن الإسراف، ليست بترويع الجيران والمرضى بالمفرقعات والرسول نهانا عن ذلك. أيها المحتفل بالحبيب المصطفى احذر أن تظلم غيرك، لأن الرسول الحبيب الذي تحتفل به أنت يعني دعاك إلى مكارم الأخلاق ونهاك عن الظلم والتعدي عن حقوق الجار وعن الحقوق بصفة عامة. وسيظل مولده صلى الله عليه وسلم شاهدا على أعظم ذكرى في تاريخ البشرية، تحيي في قلوب المسلمين شوق رؤيته وترفع قوتهم الإيمانية صلى الله عليه وسلم. في الحياة البرلمانية استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة إلى عرض حول مشروع قانون المالية 2019 قدمه وزير المالية عبد الرحمن راوية الذي أكد أن المشروع لم يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، فيما تضمن تحويلات اجتماعية هامة تعكس الطابع الاجتماعي للدولة. وزير المالية قدم أيضا عرضا حول المعطيات المالية والاقتصادية للبلاد، وهذا بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. عشية اليوم العالمي لحقوق الطفل أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بحضور أعضاء من الحكومة، أشرفت على تكريم الفائزين بالجائزة الوطنية لأفضل إبداع رقمي موجه للأطفال. تأتي هذه الطبعة الأولى لهذه الجائزة تأتي تكريسا لتوجه الجزائر نحو الارتقاء بحقوق الطفولة، حيث ذكرت الدالية في هذا الصدد بالمكاسب المحققة للطفولة، منوهة بالمناسبة بالتعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية في هذا المجال. دل الماضي. تأتي الطبعة الأولى لأفضل إبداع رقمي موجه للأطفال تكريسا للرغبة الوطنية لضمان اللعب والترفيه للبراءة بأمان وسلام وفق المنظومة التشريعية، إذ ننوه بالإنجازات العظيمة والمكتسبات المحققة في مجال تكريس الحقوق والنهوض بأوضاع الطفولة في بلادنا باعتبار الخيار الأمثل للرهانات، أو باعتبارها أي باعتبار الطفولة من الخيارات الأمثل للرهانات المستقبلية، وهو ما عبر عنه القانون 16-1 المؤرخ في 6 مارس 2016
والمتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كنتاج لسلسلة طويلة من الإصلاحات العميقة لإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والمجتمع ككل. جائزة الإبداع تهدف إلى تشجيع الابتكارات الجزائرية في مجال التكنولوجيات الحديثة الموجهة للطفل والمستلهمة من الموروث الحضاري. يمكن للديفلوبر الجيريا يبينوا قدرات تاعهم، كون كوا الشباب الجزائري يمكن عنده قدرات باش يدير ديزابليكاسيون الجيريان. Le jeu اللي خدمتها تبازي sur le calcul mental pour apprendre à l'enfant comment développer ses capacités concernant le calcul mental. الباحثين الجزائريين والمهتمين في أن يقدموا أكبر عدد من التطبيقات، فكلما زاد عدد التطبيقات كلما كانت أمام الطفل خيارات في المجالات التربوية والترفيهية والألعاب. الطبعات المقبلة للجائزة ستعنى بالحياة اليومية للطفل ورغباته من أجل أن تكون منبرا يتكيف مع حاجات الطفل الآنية والمستقبلية. أعربت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من ولاية عنابة عن ارتياحها للاهتمام الذي تليه أسرة القطاع للمسائل المرتبطة بالبيداغوجيا والإرادة المعبر عنها من قبل كل الشركاء لترقية التكوين وتحسين نوعية التحصيل التربوي بالمدرسة. المراسلة لطارق حاجي. بعد رفع التجميد على المشاريع الخاصة بقطاع التربية، استفادت عنابة بعدد من المجمعات المدرسية خاصة بالتجمعات الحضرية الجديدة كذرع الريش وبلدية سيدي عمار، ما انعكس إيجابا على التقليل من الاكتظاظ. كما أعلنت الوزيرة خلال زيارتها عن عزم الوزارة إدخال التقييم السنوي في البكالوريا في السنتين المقبلتين. في ما خص إعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا، غادي يبدأ في 2020 ويبدأ في سنة تانية ثانوي، باش كذلك ناخذوا تلاميذ اللي يكونوا سنه مقبله سنه ثانيه ثانوي، ولما يمروا للسنه الثالثه ثانوي ناخذوا كذلك بعين الاعتبار التقييم المستمر، وناخذوا سنتين بهذه الطريقه، والامتحان بطبيعه الحال اللي هو سان اكزامان اكري لبعض المواد، وهذا الامتحان اللي مر ما بين من خمسة أيام إلى ثلاث أيام وثلاث أيام ونصف في 2021. وفي لقائها مع إطارات القطاع، أعطت الوزيرة تعليماتها الصارمة لتسوية كل الوضعيات الإدارية والمالية لعمال القطاع بلا استثناء، لتختتم الزيارة بالمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي بعنابة. ترقية وتحسينا لخدماتها، اعتمدت مؤسسة اتصالات الجزائر تخفيضات في الأسعار بالنسبة لتدفق الإنترنت عبر الهاتف الثابت، حيث رفعت الحد الأدنى إلى 2 ميجا بايت بعدما كان 1 ميجا بايت، وبتسعيرة ب 1600 دينار بدل 2600 دينار. مليكة عمار زحقي. للمشتركين في عروض الانترنت الثابت خدمات جديدة، حيث سيستفيدون من رفع تدفقهم إلى 2 ميجا بايت بدلا من 1 ميجا بايت بانخفاض في التسعيرة الخاصة من 2100 دينار جزائري إلى 1600 دينار جزائري بداية من 1 جانفي 2019. اتصالات الجزائر قامت مؤخرا برفع سعة تدفق كل زبائن 1 ميجا إلى 2 ميجا، وذلك مجانيا أي بسعر 1600 دينار جزائري الذي كانوا يستفيدوا منه من قبل. هذه التخفيضات ستكون جارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر، حيث ستسمح للزبائن بتستي لو ديبي دو 2 ميجا، وابتداء من 1 جانفي 2019 ستتم يعني هنالك تسعيره جديده ل 2 ميجا وهي 1600 دينار جزائري تخص كل مشتركي 2 ميجا. وامام تزايد الطلبات على عالم الانترنت، الخطوه جاءت لمرافقه تطور استخدامات الزبائن. très intéressant même en souhaitant bien que va y avoir d'autres offres c'est par rapport à ça. C'est un avantage pour nous et pour tout le monde. عجبتنا بزاف كي نقصوا لها لي بري هاد مومون فيك حنا دي زيتيديون والانترنت انا نسحقوها بارتو في الدار، لا بلي باغ تاع الماتيريال في الدار ويمشي بالانترنت، اون بليس لي ريشارج تاعنا اي تو كي نقصوا لها من 2100 ل 1600 سي فريمون انتيريسون و سي على بورتي تو لو موند.
خطوة جعلت من تمكين كل الجزائريين من الاستفادة من الانترنت بسعر مقبول هدفا ممكنا. كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار اليوم بالطرف عن استفادة الولاية من برنامج إضافي بقرابة 3580 مسكنا من مختلف السياق. وخلال الزيارة سلم الوزير مقررات استفادة مسبقة من مساكن من مختلف السياق وإعانات للبناء الريفي. المراسلة للسعيد بلونيس. بعد أن تلقى عرضا مستفيضا حول أهم مؤشرات القطاع بولاية الطرف، وبعد زيارة ميدانية قادته إلى أحد التجمعات السكنية الريفية وكذا مشروع 2000 وحدة سكنية، أشرف السيد عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة على مراسيم التوزيع الرمزي للاستفادة المسبقة من السكن العمومي الإيجاري وكذا إعانات للسكن الريفي، حيث أعلن عن الخطوط العريضة للبرنامج الخاص للولاية. الولاية ستستفيد كما كل الولايات ببرنامج إضافي في السكن الريفي. بالنسبة للمكتتبين تاع وكالة عدل، على حسب التقرير وعلى حسب المعطيات حوالي تقريبا 1079 اللي كانوا دفعوا وما كانش كاين برنامج، رانا جبنا البرنامج ونقول لهم شوية صبر، على الأقل جبنا التموين في قانون المالية 2019. السكن المدعم البيع ولاية كان عندها حصة وغادي يزيدوها حصة جديدة تكلمنا عليها البارح، والمناطق والعقار ما عندكوش مشكلة. بالنسبة للسكن الاجتماعي الإيجاري، أنا كنت الآن في زيارة تاع 2000 وحدة سكنية، والله نفتخر بها على أنها سكن اجتماعي، راه فاتت السكن الاجتماعي، راه قرب سكن الترقاوي. لتنتهي الزيارة بإعطاء إشارة انطلاق إنجاز حصة قوامها 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار بكل من دائرتي البسباس والدرعة. واستكمالا لعملية الترحيل وعدد الإسكان الكبرى التي تشهدها مختلف ولايات الوطن، تم اليوم بالعاصمة ترحيل 70 عائلة كانت تقيم بحي فوضوي هش نحو بلديات بيرتوتا، البراقي، الكليتوس وولاد فايت. يقول محمد رضا بوزيان. بعد 24 سنة من المعاناة قضتها 70 عائلة بحي فوضوي هش ببلدية الحمامات، رحلت اليوم إلى مساكن جديدة ليستغل الوعاء العقاري في إنجاز مشروع ثانوية. الثانوية هذه راح تدخل في الدراسة في الأسبوع القادم، وإن شاء الله راح تكون برمجة في الدخلة المدرسية 2019-2020. لليومنا هذا عندنا حوالي 2500 طفل من بلدية الحمامات اللي راهي تدرس في السيكل يعني تاع المويه. العائلات وزعت على أحياء بأربع بلديات بالعاصمة، أغلبها بحي 1602 ببئر توتا. اليوم انطلقنا في إعادة إسكان أكثر من 70 عائلة موزعة على 5 أحياء، منها 36 عائلة اللي اليوم استقبلوها في هذا الحي الجديد، حي 1602 وحدة سكنية اللي مزود بكل الضروريات بما فيه تجهيزات العمومية، اللي فيه أيضا مجمع مدرسي ومتوسطة اللي راهي في إطار إنجاز، راح نستلموها إن شاء الله قبل الدخول المدرسي القادم. يعني نعمة من عند الله، نعمة من فرحة من الميلود، ونعمة من فرحة بالسكنة. 24 سنة وأنا في البراك، واليوم الحمد لله راني وليدي جبت هذا وليدي في عمره 8 سنين، واليوم راه عنده 3 دراري والله عاشر. هذه هي سكنته وانا تحت. طارت انت سكنه وليدك؟ هي طارت سكنه. فرحة العائلات اكتملت بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالمساكن الجديدة. وبتيارت استفادت قرابة 840 عائلة ببلدية سيدي بختي من التموين بالغاز الطبيعي. المراسلة لمحمد سلمي. نحن هنا بمنطقة سيدي بختي، وهي واحدة من المناطق النائية بولاية تيارت، والتي عانى سكانها في السنوات السابقة نظرا لطبيعتها الجغرافية. أخيرا استفادت أزيد من 830 عائلة من شبكة الغاز الطبيعي بعد رحلة طويلة مع الشتاء والبرد. سوفرينا بزاف مع الغاز، قارعه الغاز كنا نغابنوا معاه بزاف يجيبوها لنا، مشتا فات علينا بالبرد والاخر مع البلاد تاعنا بارده. كنا مغابنا اليوم الحمد لله، انا فرحين الفرحه اللي انا فرحينها ما تصورش.
تندرج هذه العملية ضمن سياسة الدولة الرامية إلى فك العزلة عن القرى والمناطق النائية. اليوم دشنا آخر بلدية ربطناها بشبكة الغاز الطبيعي، التكلفة نتاعو كانت 353 مليون بفضل البرامج تاع رئيس الجمهورية. 42 بلدية موصولة بالغاز الطبيعي زائد 17 تجمع عمراني ثانوي. حاليا نسعى إلى إيصال هذه المادة الضرورية إلى كل المناطق الأخرى إن شاء الله، ونتمنى في سنة 2019 نكمل البقية اللي بقات إن شاء الله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى باش نعرفوا باللي النسبة نتاع عدد السكنات المربوطة هي 139 ألف، يعني فوي كيونتي ركوردي. هذا وتسجل ولاية تيرت نسبة 90% من التغطية الإجمالية. في زيارة تفقدية قادته إلى مطار هواري بمدين الدولي، عين وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان عين أشغال محطة السكك الحديدية بين المطار ومحطة باب الزوار التي تعرف وتيرة متسارعة في الأشغال، ويرتقب أن تستكمل نهاية السنة الجارية. تقول ليلى محمد محدود. 98% هي نسبة تقدم الأشغال بشبكة السكة الحديدية الرابطة محطة المطار بباب الزوار على خط بطول 2.8 كيلومتر، 1.6 كيلومتر منها يشمل نفقا ومحطة أرضية. فخامة رئيس الجمهورية أمر أن يوصل مطار دولي هواري بومدين محطة جديدة بالقطار وبالمترو. المترو الأشغال جارية تكمل في حدود 2022 من طرف كوسيدار. القطار الأشغال انطلقت عندها تقريبا عام وشهرين، ورانا حوالي 98% تقدم الأشغال. المهم القطار يبدأ في الشغل نتاعه في نقل المسافرين بافتتاح المحطة الجوية الجديدة. المشروع الذي يعتمد على سواعد جزائرية 100% مجهز بأحدث المرافق الضرورية بما في ذلك الممرات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا النظام تاع الكاميرا موجود على مركز الشرطة اللي متواجد في المحطة، موجود مركز للمراقبة حتى نأمن ونسمح للمسافرين يسافروا في أمن وفي سلامة وفي سكينة وفي طمأنينة. وهذا هو الشيء اللي نعمل عليه جميعا ويعمل عليه برنامج فخامة رئيس الجمهورية. ولضمان راحة المسافرين ستوفر المحطة قطارين كل ربع ساعة بطاقة استيعاب أزيد من 1000 مسافر يوميا. صحيا، انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية الطبعة الثالثة للقاءات الجزائرية الفرنسية للصحة، والتي تمحورت حول تقييم مستوى الشراكة والتعاون في المجال، سيما في الأمراض الاستشفائية وزرع الأعضاء والأنسجة واضطرابات التوحد. هذا وأكد المشاركون أهمية التلقيح لتفادي الإصابة بالأمراض، ولهذا الغرض ستتم رقمنة تلقيح الأطفال في الجزائر بداية من العام المقبل. عن كثب وهيبة أفضل. تقييم آفاق التعاون الجزائري الفرنسي في المجال الصحي سيما في اختصاصات زرع الأعضاء والأنسجة والأمراض الاستشفائية ومشكلة اضطرابات التوحد من بين المواضيع التي تناولتها الطبعة الثالثة الجزائرية الفرنسية حول الصحة. بالنسبة للأدوية الحديثة وكنا عندها يومين فقط، يافي البريزيدون دي كوميتي ناسيونال فرونسي كونسلتاتيف بور ليتيك، إلا إكسبوزي أو نيفو دي مينيستير، قال لك الصعوبة في استعمال الأدوية كيما نتاع الليمينوثيرابي اللي بالجهاز تستعمل الجهاز المناعي، وهو الآن في الجزائر رانا عملنا باش تدخل، لكن باش يكون سيرنومون ماشي نيتيليزاسيون ابوزيف. Depuis maintenant 3 ans, nous avons mis en place un comité de pilotage de cette coopération pour assurer le suivi des projets en cours et le développement des projets nouveaux.
ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش تطورات السياسة الوقائية، سيما التلقيح الذي يعرف عزوفا في دول العالم. وفي هذا الإطار في هذا البرنامج راح يكونوا دي كونفوكاسيون بار اس ام اس دي بارون باش نفكروهم في وقت التلقيح تاع الاطفال تاعهم. لازم 95% نتاع المجتمع اللي يكون عنده التلقيح ضد بوحمرون باش هكذاك ما يكونش العدوى. الكالندير قدم كنا نديروا التلقيح واحد نديروا في 11 شهر وكنا نديروا التلقيح في 6 سنين، دوك رجعناه 11 شهر و 18 شهر حتميا. وفيما يخص التشخيص عن سرطان الثدي سيتم ذلك في 5 ولايات ابتداء من الأسابيع القادمة. في 5 مناطق: بيسكالا، لغواد، تيبازا، قسنطينة وتلمسان، رايحين ننطلعوا فاش نبداو لو ديبيستاج دو كانسير دو سان. انطلقت اليوم أشغال الطبعة الثانية للندوة الدولية للمنظمة الإفريقية غير الحكومية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، وهذا بمشاركة 300 ممثل عن مختلف الهيئات قصد بحث التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية وعلى رأسها الهجرة. الندوة الدولية التي حملت شعار اشراك افريقيا في مواجهة ازمة الهجرة اشرف على افتتاحها شيخ الطريقة العلوية الرئيس الشرفي للجمعية الدولية لصوفيا العلوية خالد بن تونس، وهذا بحضور رئيس البرلمان الافريقي للمجتمع المدني وممثلين عن المجتمع المدني وعن وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية والجامعة المحلية، الى جانب رئيسي لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. عن التلفزيون هدى الوبح. تناول المشاركون بالتحليل والنقاش ملفات السلم والتنمية في القارة الإفريقية والهجرة الغير شرعية من خلال تحديد استراتيجية مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة وإنشاء منصة ترمي إلى إجراء حوار دائم وممنهج بين فعاليات المجتمع المدني، وكذلك تعزيز التبادل والتعاون بين البلدان الإفريقية. Nous représentons de la société civile africaine. Nous sommes convaincus que la lutte contre ce phénomène ne peut être efficacement envisagée que dans le cadre d'une approche intégrée favorisant le développement économique, social et dans la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions prendre conscience des enjeux de l'avenir, investir dans l'éducation, dans les valeurs, dans cette verticalité qui redresse l'être humain. التركيز على أهمية الاستقرار والتمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب هو رهان المنظمات غير الحكومية في صنع القرار وتوحيد الرؤى، وهنا ذكر المشاركون بدور الجزائر ومساعيها الرامية إلى جمع الشمل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال البرامج التنموية. J'adresse mes sincères remerciements au président Abdelaziz Bouteflika pour créer ce cadre idéal nous permettant de faire face aux devoirs qui nous interpellent, celui de proposer des solutions aux défis auquel est confronté notre continent. أريد أن أعرج على دور الجزائر في خلق ديناميكية جديدة والمساهمة مع هذه الفعاليات العالية المجتمع المدني في لعب دور أكبر. الندوة تخللتها ورشات عمل تهدف بشكل خاص إلى تعميم أعمال وموارد الفاعلين وتشغيل الشباب والابتكار والتصنيع الشامل والمستدام في القارة الإفريقية. كشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجمعية المحلية والتهيئة العمرانية حسن قاسمي خلال ندوة صحفية أنه في إطار جهود محاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال من جنسيات إفريقية في التسول بالجزائر، تمكنت مصالح ولاية الجزائر من تحرير ما يفوق 110 قصر من النيجر منذ الخميس الماضي يتم استغلالهم من قبل عصابات إجرامية. 3500 مهاجر متكونة من 24 جنسية التي تصل أسبوعيا إلى الحدود الجزائرية. وسائل متاعنا تاع الأمن على رأسها الجيش الشعبي الوطني تتصدى لها كل يوم على مستوى الحدود. من ناحية الإنسانية
احنا نضرب المثل تكفلوا بهم 100%. ميديسين جينيرال سبيسياليتي بسيكولوج سوسيولوج العناية النفسية. في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلفية شمال الأطلسي، رست اليوم بميناء الجزائر المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلفي شمال الأطلسي المسمات SNMG-2 في توقف يدوم 4 أيام. وبالأميرالية قام اللواء البحري نائب قائد القيادة البحرية المتحالفة لمنظمة حلفي شمال الأطلسي ماركوم بزيارة مجاملة لقائد القوات البحرية اللواء محمد العربي حولي. كما حظي وفد من المجموعة البحرية باستقبال من قبل قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد زين الدين سامح. وبمناسبة هذا التوقف، ستقوم وحدة عائمة من قواتنا البحرية بالتنسيق مع سفن المجموعة البحرية الثانية للناتو وبتنفيذ تمارين تكتيكية من نوع باسكس. وتتكون سفن المجموعة البحرية الثانية للناتو من 4 قطع تحت قيادة هولندية، وهي المدمرة قاذفة الصواريخ الهولندية وقاذفة الصواريخ الإسبانية والفرقة قاذفة الصواريخ الكندية، بالإضافة إلى ناقلة النفط والإمداد الإسبانية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوقف يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين قواتنا البحرية ومنظمة حلف شمال الأطلسي من خلال تبادل الخبرات وتدعيم التنسيق العملياتي في مجالات المراقبة والأمن البحريين، بما يسهم في تطوير قدرات العمل المشترك في حالات الأزمة، وكذا تعزيز أمننا البحري من أي خطر أو تهديد. في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة ولد محمد ببلدية القرارم ولاية ميلا، قضت اليوم مفرزة الجيش الوطني الشعبي على إرهابي خطير وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة. هذه العملية تأتي لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي وتؤكد اليقظة والاستعداد الدائمين لوحداتنا في ضحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد. وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت وشلف وأبو مرداس. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش بكل من طم راس وبرج باجي مختار مركبة رباعية الدفع وكمية من الوقود، فيما حجز عناصر الدرك الوطني كيلوغرامين من الكيفي المعالج وبيقالما أكثر من 23,000 وحدة من الألعاب النارية بكل من بسكرة وسطيف. إلى ذلك، من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك 15 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من وهران، عينت مشنت وغردايا. وري أثر اليوم بمقبرة العليا بالعاصمة جثمان الدكتور محن داكلي حدادو أستاذ اللسانيات بجامعة تيزي وزو، عن عمر النهزة 64 عاما بعد صراع طويل مع المرض. الفقيد من مواليد أثوغليس بولاية بجاية، وله عدة مؤلفات تعنى باللغة الأمازيغية. إن لله وإنا إليه راجعون. دوليا، أكدت الخارجية الفلسطينية أن تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم بحق الفلسطينيين ناجم عن تحريض ودعم من سلطات الاحتلال أمام صمت دولي مطبق. على صعيد آخر، تم إحصاء وزيادة من 1200 وحدة سكنية تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وقدرت قيمة الخسائر $4 ملايين. وفي سياق متصل، تسعى الحكومة الفلسطينية لحجز التمويل اللازم لإعادة الإعمار. وبالعودة إلى ربوع الوطن، تتواصل بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة فعاليات مسابقة جائزة عبد الكريم دالي للموسيقى الأندلسية في طبعتها الثانية، وعنها يطلعنا هشام بوميدة. مسابقة جائزة الشيخ عبد الكريم دالي للموسيقى الأندلسية تظاهرة تقدم لمحبي هذا الفن الأصيل أصوات شابة تحافظ على هذا الإرث الفني وتضمن تواصله عبر الأجيال. بعد ما كنت في كونسرفاتوار نقرأ،
حبيت نشارك في هذه المسابقة، كانت لي صعوبات شوية، مي الحمد لله لحقنا لهذه المسابقة. سي بوكو بلوس اون اكسبيريونس افون تو، اون شانس بور موا دو مو برودوير، دو مو برودوير سور سين، دو شانتي. هذه المسابقة ناهيك عن تقديم أفضل الأصوات، تقدم عازفين مبدعين شباب لجوق مؤسسة عبد الكريم دالي يرافقون كل المتنافسين. C'est un concours qui encourage les jeunes amateurs à se dévoiler, à faire toute une nouba complète et à être sur scène face à un public. Cet événement, donc l'année, nous allons beaucoup d'choses, منها que nous allons نطلعوا مع des candidats et nous allons faire différentes nouba, donc à peu près 9 noubat ou l'acteur. نكتشف أصوات جديدة معنا يكونوا معنا بالك في المستقبل pour d'autres scènes إن شاء الله. Et là, c'est un plaisir aussi de faire partie de l'orchestre de la Fondation. المسابقة في ثاني طبعتها تشارف على اختتام فعالياتها بتتويج أفضل الأصوات، لكن هدفها أساساً هو ترقية هذا الفن الأصيل وضمان توريثه عبر الأجيال. التراب الذي تكتنزه الواحة الحمراء تيميمون، الجواب في ربورتاج نبيل فرجي. تيميمون، مهد الواحة الحمراء، مدينة الفجارة والأصالة وكرم وطيبة أهلها بمؤهلاتها السياحية ومرافقها الفندقية، تفتح موسم السياحة الصحراوية لتصبح قبلة السياح. هناك تدفق هام للسياح مما يبشر بموسم جيد، والأرقام تؤكد ذلك. كاين سياح أجانب ومحليين، نوصي الجزائريين والأجانب بزيارة تيميمون. في ضيافة تيميمون يقف السياح عند معالم أثرية عريقة للتمتع بالأكلات الشعبية المدوزنة بكرم وطيبة أهلها، لتترجم الموروث الثقافي المتداول عبر العصور. كنت اليوم منبهرا مما رأيت من هذه الألوان وهذا الأفق من الرمال والواحات، جمال يقطع الأنفاس. من جانب الأكلات كنا جدا مدللين. هكذا هي السهرات بالواحة الحمراء، حيث يمتزج الشاي بإيقاعات الأهلين. موسم السياحة الصحراوية مفتوحا بتيميمون، والدعوة عامة لزيارتها بمناسبة المولد النبوي الشريف أو ما يسمى بأسبوع العناوين. في مولد خير البرية استذكار للشمائل المحمدية بأبعادها الدينية والروحية، احتفالات وابتهالات في أجواء من التضامن والتكافل الاجتماعي عبر أرجاء الوطن. عشية اليوم العالمي لحقوق الطفل، تكريم الفائز بالجائزة الوطنية لأفضل إبداع رقمي موجه للأطفال في طبعتها الأولى. والدالية تعدد الإنجازات التي حققتها الجزائر في مسار حماية الطفل والأسرة. ضمن ربورتاجاتنا تبعتم عروض الإنترنت لمؤسسة اتصالات الجزائر تتضاعف من حيث التدفق، ويسحبها تخفيض لتسعيرة لتوفير خدمة أفضل للمواطن. تحديات القارة الإفريقية موضوع الندوة الدولية للمنظمات الإفريقية غير الحكومية الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، وإشادة بجهود الجزائر في مواجهة تحدي الهجرة وتسوية النزاعات بطرق سلمية.
صح مولودكم عنوان حصة خاصة تلتقون بها على المباشر هذه الساعة على قناة الجزائر كنال الجريمة مع ليليا بن ناصر. فضيل مختار يوسفي تصحبكم في الموعد الإخباري الأخير. إلى اللقاء.